السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يكون بصحة وسلامة. النهاردة هنعمل معاكم روتين غسيل المواعين وتنظيف الفراخ، عشان ان شاء الله بإذن الله هعمل صينية بطاطس في الفرن، وهعمل جنبها رز مفلفل، وهعمل سلطة وشوربة والحاجات دي. هنبدأ الأول بغسيل المواعين عشان تبقى نبدأ على نظافة كده. نلمع الحلل كده لما المواعين، يعني مش بخليهم يعني يقعدوا في الحوض عشان انضفهم اول باول. نقفل الحنفيه كده عشان حرام الميه. هنعمل النهارده صينيه بطاطس، هسويها الاول في على البوتاجاز من فوق طرنشات، وبعد كده احطها في البوتاجاز تاخد وش، هتبقى جميله. والفراخ التسمين انا بحب اجيب الفراخ التسمين اللي هي الكيلو ونص، تبقى جميلة برضو، تبقى طعمها مسكر. كده خلاص قربنا نخلص. انا على طول بعد الفطار بغسل المواعين، مواعين الفطار وبعد الغداء وبعد العشاء، عشان خاطر ايه؟ ما تتكومش المواعين وكده، اما بتتكوم بتاخد تبقى صعوبة يعني في الغسيل وكده. خلاص كده صفي الحوض. احنا هنقطع مع بعض الفراخ دلوقتي. سيب السكينة. هنزل الفراخ واصفي الحوض. هجيب طبق واحط عليها الفراخ. دلوقتي الفراخ دي فراخ تسمين كيلو ونص، هنقطعها مع بعض. انا منضفاها حلو وحطها في خل وليمون عشان لو فيها اي زفارة وكده تطلع. كمان تشطيطه. تبقى طعمها جميل جدا. انا مش هعمل الفرختين، هعمل فرخه ونص بس على عددنا كده. لما بتسيب الكتف زي ما هو ما بيستواش، بتبقى فيه دم، لما بتقطعيه كده رباع وبتحطيه يستوي بسرعه استضمان يكون ما فيهوش دم كده. بسم الله. هقطع كمان الصدر ده سكينة حامية، قطعي بسرعة ومش هتبهدلي الكتف. ده
شطفه كمان تشطيفه. هجيب شويه ملح تاني وليمون، شويه ملح عشان ايه لو في زفاره ولا اي حاجه تطلع. الليمونه المالحه هعصر عليها كده الليمون، هسيبه بقى زي نص ساعه كده قبل ما الخل والليمون يعمل فيه، وقبل ما اجهز حبات البطاطا. استنظروني بعد 10 دقايق.